بما ان انا لسه ما اتجوزتش فانا جمدت بويضاتي. بس جمدت بويضاتي. قلت ان انا كنت مقتنعه دايما ان انا عايزه اتجوز بعد الـ30 علشان ابقى عملت الكارير بتاعي وده هيبقى انسب لي يعني. بس في فكره بسيطه جدا اللي هو انا ما اضمنش ان انا هتجوز امتى بعد الـ30 يعني. الفكره فيها ان هي بتقعد 20 30 سنه يعني. It doesn't get expired. انا ليه بشارك معاكوا ده؟ فهو ببساطة عشان لو في واحدة عايزة تعمل زيه وشايفة ان الجواز متأخر احسن يعني.